بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم 10 سبتمبر 2019 ياك. واه رانا هنا في تيغنيف. شوف هوا الحي اللي رانا فيه. يقول لك البومبا راهي ضايعه ولا يقول لك الحشره ضايعه ولا الماء راه قليل. لا الماء ما يقلاش، الماء راه يضيع في الطرقات ياك. كيما راك تشوف اخي، اليوم 10 سبتمبر 2019 هالما وين راه يروح؟ شوف راه داير واد الماء في تيغنيف، وكل يوم كيما هاك. شوف ها هو الماء، ها شوف هادو لي فويت اللي راهم تشوفوا فيهم اخواني، هادو سببهم الاهمال وسوء التسيير والما كاين والبريكولاج غير هو، والمواطن مسكين يدفع في الثمن. شوف اروح تشوف معايا خويا، شوف الماء بدل باه يروح للمواطن باه يشربه وباه يغسل وباه يعيش، خاصة في هذه الصائفة. شوف الماء وين راه يروح، ومن بعد يقول لك المضخة راهي ضايعة، يقول لك المضخة راهي ضايعة، يقول لك الحاسير راه ضايع، يقول لك والماء في تيغنيف 10 أيام كل 10 أيام من 10 أيام ولمدة ساعة ولا ساعتين فقط، يقول لك الماء قليل في تيغنيف.